عادت امطار الخير لتهطل من جديد بعد انحسار لفترات زمنيه متقطعه هطولات مطريه وصفت بغير المعتاده وفق الهطول السنوي العام امر راى فيه زراعيون انقاذا للموسم الزراعي لا سيما الحقليه منه التي لم تصل الى مرحله النضج التام بعد. هذه الامطار ستكون لها تاثير ايجابي على كافة المحاصيل في المحافظة حقيقة محافظة جنين فيها تنوع في المحاصيل جزء من المحاصيل يعني هناك يصل إلى مرحلة النضج التام أو ما قبل النضج التام بشوية عندنا بعض المحاصيل نحكي عن الأكماح في منطقة سهل عرابي لساته عندنا في حوالي شهر نمو في سهل صانور عندنا كمان حوالي شهر شهر ونص من النمو لذلك نحن الحمد لله نتفائل خيرا بهذا الأمطار 85% وصلت نسبة الهطول المطري من المعدل العام حتى إعداد هذا التقرير نسبة من شأنها أيضاً رفع منسوب المياه الجوفية والتي تشكل مصدراً هاماً يري المزروعات لا سيما في فصل الصيف حقيقة النسبة مضللة كانت السنة 85% ممكن نوصل بعد هذا المنخفض حتى 90% 92% من الموسم لكن المطر لم يكن توزيعه جيد هناك كان توزيع سيء كان فترات انقطاع كانت طويلة خلال هذا الموسم لكن بحمد الله المحافظة بقيت المحاصيل فيها يعني جيدة المنخفض الأخير حيكون نتائجه إن شاء الله إيجابية على المحاصيل الحقلية توقعات بتسجيل ارتفاع على درجات الحرارة بعد انحسار هذا المنخفض خلال الأيام القادمة ما دفع وزارة الزراعة إلى تقديم إرشادات للمزارعين للتقليل من أضرارها وإن تأخرت هطولاتها يستبشر المزارعون بها خيرا إنها أمطار الخير التي تسهم في نمو المزروعات أحمد نزال تلفزيون فلسطين جيني